طبعا طلعت من حلب بسبب الاحداث اللي صارت بالفتره الاخيره يعني، وبسبب الدمار اللي حل بكل مشاريعنا اللي كنا نحن نشتغل فيها، من ضمنهم كان مطعم وفندق جار القلعه، لانه هو تحول بسنه 2010 تقريبا لفندق ومطعم، حولنا مطعم طورناه صار فندق ومطعم جار القلعه. وما خرجت انا من سوريا خوفا من الحرب او خايف على حياتي، كان لازم حدا يطلع من العائله يشتغل مشان انه هو يساعد هاي العائله على انه يستمروا بالحياه بسبب الظروف الراهنه اللي موجوده بحلب. والحمد لله رب العالمين على مدار 3 سنين قدرت انه انا يعني اكون واقف مع عائلتي ومع اهلي اللي موجودين بحلب لحد الان. استمرت بالعمل بمطاعم غزه ما يقارب السنتين، بعد تركت المصلحه فتره هيك وجيزه، حاولت انه انا ارجع مثل ما بقولوا الملم اوراق واعيد حساباتي لحتى وصلت يعني اتفقنا انه نحن نعمل مطعم جار القلعه 2 فرع فلسطين بغزه هون بانصرار. والحمد لله رب العالمين يعني المطعم قلت لك يمكن تعبنا شوي لوقت ما انجزنا، وتعبنا شوي لوقت ما لبيت الرغبات اللي كانت بداخلي انه انا اعمل شيء حلبي سوري اصيل بالشكل وبالمضمون. كان في شويه شغلات لحتى تكتمل الصوره اضطريت انا اجيبها من حلب، بعتناها طلعناها على الاردن، ومن الاردن طلعت على مصر، ومن مصر وصلت لهون. طبعا كلها تهريب، ومنهم هدول القطع الاثريه اللي انت شايفهم يعني. هلا الوضع هون يعني الحمد لله رب العالمين الوضع منيح، يعني منيح انه نحن عايشين، بس انه اجمالا الحصار انا عايشه مثلهم يعني مثلي مثل كل اهل غزه اللي موجودين، الحصار الاقتصادي والحصار اللي عم نعاني منه مثلا، وفي شغلات عم بعاني منها انا كمان مثلي مثل كل الناس، بس انا يمكن بزياده شوي لانه انا كصاحب مطعم قصه الكهرباء قصه المواد الغذائيه الغاليه الاسعار المرتفعه اللي نحن عم نعاني منها يعني، بس انه اجمالا الحمد لله. انا بالنسبه لي يعني كشخص سوري طلع من بلده لقيت انه انا هون وضعي احسن من دول عربيه ثانيه، يمكن يكون كان انه انا طلعت على الاردن، طلعت على مصر، قبل طلعت على لبنان وطلعت على تركيا، بالنسبه لي لقيت حالي هون، لقيت انه انا ممكن فعليا برغم من انه في حصار وفي وضع صعب كتير، بس انه انا قادر اني ابني مستقبل والحمد لله رب العالمين.